تقول المدينة دي مميزة عن دي، دي فيها خط عريض ودي فيها خط رفيع، دي مختلفة في علامة مائية. المية جنيه يا جماعة أو الفلوس اللي هي الجديدة دي اللي لسه متداولة وبتصرفها، البلد بتتغير في العملة بتاعتها كل شوية، يعني بتجدد وتغير ليه؟ عشان التزوير وعشان الكلام ده كله، بتحط علامة مائية مختلفة، بتحط علامة زي المية جنيه اللي عليها ديت اللي هي زي المعدن، ليه؟ عشان يصعب بس إيه تزويرها ويصعب إيه يعني الكلام ده كله. إنما هي المية جنيه لسه بنصرفها لحد دلوقتي، أي مميزة؟ المميز فيها إيه؟ المميز في المية جنيه ديت اللي هي قبل اللي معانا دلوقتي وحتى اللي معانا دلوقتي، لو هي أرقام مميزة جميلة كده حلوة، يعني مثلا 3 تسعات، 1، 3 تمانيات، 1 و2، 2ات، 3ات، 9ات كده، يعني الأرقام المميزة دايما هي اللي بتعمل فلوس. برضه يعني مش هقول لك تعمل فلوس كتير، يعني ممكن مثلا 100 جنيه دي لو هي معاك رقم مميز جميل جدا كده حلو، يعني يبقى مثلا 3 أصفار، 5، 5، تبقى عدد زي كده تعمل لها 500 جنيه، هي 100 جنيه حلوة أما تعمل لها 500 جنيه، وممكن واحد هاوي بقى ياخدها منك زي الأرقام دي كده. شوف يعني شايف الرقم عامل ازاي، 00001 ده يتباع ب 1000 جنيه وزياده كمان، صدقني وتسوى 2000 جنيه والله تسوى. فالارقام حتى لو مش مميزه قوي تكون يعني ايه، يعني هنقول نص نص حسب درجه، يعني في عنكبوتي وفي رقم مميز سولد وفي كده انواع كتير، اشرح لكم بعد العيد واشرح لكم ايه الانواع الارقام دي كلها تمام، لان عايز فيديو لوحده علشان اقول لكم الاصدار اول واصدار اخر وقفل الاصدار والاعلان والكلام ده كله والسولد الحاجات دي كلها اشرحها لكم فيما بعد. انما شوف رقم زي ده مثلا 5 5 6 5، يعني ده ممكن تطلب فيه مثلا 400 جنيه، ما هي 100 جنيه لما تطلب فيها 400 500 جنيه حلوه جدا مش وحش. انما هتنزل سوق ولا بتاع ولا كلام من ده، ما هو هياخدها منك 100 جنيه، ولو رقم مميز وبتاع ممكن ياخدها منك 200 جنيه يكسبك فيها 100 جنيه ليه؟ ما انت لا افيدك انت انك تستنى. في بقى ارقام كده حلوه زي شوف الخمسات دي والعشره وبتاع، شايف اتنينات 5 0 5، يعني حلوه جميله كده ارقام ايه ماشيه كده تسلسل جميل، دي بتعمل فلوس. فنشرح الكلام ده بعد العيد برضو في العملات دي وتعمل ايه وفلوس قد ايه برضو بالظبط، والرقم ده هو تعمل قد كده والرقم ده هو تعمل قد كده والرقم المميز يعمل كام وده كام وده كام والاصدارات بتاعتها اشرحها ليه، واشرح لكم برضو العملات القديمه اللي منها اللي 100 جنيه. واظن ان انتم معكوش من القديم يعني اللي قبل الاصدارين دول او الاصدار اللي قبله تمام، هشرح لكم كل العملات دي باذن الله. لكن المميز فيها يا جماعه هو اللي بيعمل فلوس، انما عشان ال 100 جنيه دي ايوه هتحتاجها ال 100 جنيه اللي هي قبل الاصدار اللي معانا دي، اي شحه في السوق ومش موجوده كتير قوي مع الناس وبتاع، يعني هتتباع ب 150 جنيه 140 جنيه ليه خساره، هي احسن منهم دلوقتي حاليا خليها معاك وكده كده ايه هتحتاجها فيما بعد وهتجيب فلوس حلوه جدا لما العمله البلاستيك تنزل، والعملات اصلا كده كده هتزيد في زياده الدولار وزياده الاسعار وزياده الكلام ده كله 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 هيزيد صدقني. هعمل لكم انا فيديوهات عن الكلام ده برده كله ازاي العمله هتزيد بعد العيد تمام عشان تبقوا عارفين، لكن غرض الفيديوهات قلنا الذكر والكلام ده في رمضان الكريم. عسى الله ان يعود عليكم باليوم الخير والبركات يا رب وكل تقدم، صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنبدا الاسئله مع بعض بقى، اديني ارجو الاجابه وارجو التفاعل في القناه. في اي سنه وعلى يد قائد من المسلمين تم فتح الحيره، تم فتح الحيره وفتح الانبار وكانت بين المسلمين والفرس وفتح دومة اللي هي الجندة وكلهم في سنة واحدة، كلهم في سنة واحدة، ما هي وعلى يد من فتحوا تمام؟ راجع كده السؤال وراح شوية وابحث ودور واجب صح. صلى على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، اذكروا الله كثيرا لا إله إلا الله. موقعة القادسية كانت بين المسلمين والفرس، من كان قائد المسلمين وفي أي يوم وشهر وفي أي سنة كانت هذه الموقعة؟ ابحث ودور، هيقابلك آية اقراها، هيقابلك صلاة على الرسول تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، بتاخد حسنات.